فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله جميعا أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش الداعية الإسلامي. أهلا مرحبا شيخ الكريم. أهلا حياكم الله يا أستاذ أحمد. مرحبتين. أسأل الله عز وجل القبول. طبعا ما زلنا نفتقد الأستاذ عمرو الجمال، وأسأل الله أن يغفر لوالده ولجميع موتى المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. آمين. شيخ الكريم، بداية يعني بعض المأمومين يكونون مسبوقين، الإمام تنتهي صلاته وهو يقوم ليؤدي ركعة أو ركعتين، الركعات المسبوق فيها سترتهم كانت الإمام، وانتهى الإمام وانتهت سترتهم، أم لم تنتهي سترتهم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، عليه الصلاة والسلام. فهذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فالأكثرون منهم يقولون كانت سترتهم الإمام لما ابتدأوا الصلاة معه، وتبقى هذه السترة معنوية حتى ينتهوا من صلاتهم، لأنهم بدأوا صلاتهم بسترة ولا تتبدد سترتهم بتسليم الإمام. وأما الآخرون فقالوا أبدا، إذا انصرف الإمام من صلاته فقد انتهت إمهالة السترة، وعليهم أن يتخذوا فرادا لكل واحد منهم سترة حتى يتحاشى أن يمر أحد بين يديه فيكون شريكا له في الإثم، كما ورد الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والقول الذي أميل إليه هو القول الأول، ألا وهو أن سترتهم باقية حتى ولو انصرف الإمام من صلاته. وشاهدي على ذلك أنه لم يرد أبدا عن الصحابة رضي الله عنهم، وقد كان كثير منهم يكون مسبوقا في صلاته ويكمل صلاته إذا انصرف النبي عليه صلوات الله وسلامه، ومع ذلك لم ينقل عن أحدهم ولا عن بعضهم أنهم كانوا يفتعلون أو يتخذون سترة لهم بعد انصراف النبي من صلاته عليه الصلاة والسلام، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فهذا هو القول الذي أميل إليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يبدو أن في أخت عندها مشكلة، طلقت ويعني منعها زوجها من بناتها، وتقول ما فيش أي أمل حتى يبيتوا معي، لو أجرت شقة أو يبقوا بيني وبينه، فأنا أم وصعب علي حرماني من بناتي، وتوالت الألام الحمد لله مالي وبناتي وبيتي، وأنا كبرت وعمري 42 سنة وفي أمس الحاجة لبناتي، أفيدوني وبصروني، فأنا في حيرة. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، عليه الصلاة والسلام. إن كان بناتها في سن الحضانة إلى 15 من أعمارهن فأمهم يعني ده نعم. 18 سنة و 11 سنة، يعني بنت 18 وبنت 11. نعم. إذا كانت إحداهن وهي التي في سن 11، هذه ما زالت في سن الحضانة، لأن مذهب الحنابلة أن سن الحضانة يمتد إلى 15 سنة، وبه أخذ القانون المصري. أما من بلغت 18 من عمرها فإن سن حضانتها قد انتهى، وحينئذ يخيرها القاضي، إن رفع الأمر إلى القضاء يخيرها القاضي بين البقاء مع أمها أو البقاء عند أبيها. وإن كان عرف المحاكم الشرعية في مصر أنه بعد بلوغ سن 15 تضم حضانة البنت أو الولد إلى أبيها لا إلى أمها. وفي هذه الحالة أقول لأختنا السائلة، قد أقدر تماما مشاعرك وعواطفك، لكن اسعي في سبيل ذلك
عن طريق بعض الوسطاء من أهلك أو من أهله أو أحد من أهل الخير يتوسط لدى هذا الزوج حتى تكون رؤية البنات أو حتى البنت التي في سن الحضانة تكون بينكما، يعني بين الأب والأم، لئلا تحرم البنات من أمهم، ولئلا تحرم الأم من بناتها، وأيضا لئلا يحرم الأب من بناته ولا البنات من أبيهم. فاجعلوا هذا الأمر وديا ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، نعم، حتى لا يتأثر البنات نفسيا. إذا حسم الأمر بالطريق الودي العرفي فبها ونعمت، وإلا فيمكنك أن تستعين بالله عز وجل وأن تلجأي إلى محاكم الأسرة ستنصفك في قضيتين. القضية الأولى قضية حضانة البنت الصغرى، فستضم لك الحضانة قطعا إلى سن 15 ما لم تتزوجي. وأما البنت الثانية وهي الكبرى فستحسم قضية الرؤية أيضا لصالحك، وبالتالي تستطيعين الحصول على حقك بهذا الطريق إذا فشلت في الطريق الودي. وأنا أهيب بهذا الزوج. طب قبل هذا نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. نعم تفضلي يا أختنا. ربنا يخليك. أنا عندي جوزي بدأ أوي في المصاريف معايا، لدرجة أنا حتى عندي بنات في إعدادي منحهم إن هم حضرتك. مش واضح، أنا سامع إن زوج حضرتك بيدقق في المصاريف معاكي، ده اللي أنا هو عندي بنات في إعدادي حتى مش فاضي يدخلهم لمجموعة ولا دروس، وتعبت معاه في المصاريف، حتى لو يحصل بيني وبينه زعلة صغيرة يمشي ويسيب البيت من غير جنيه، حتى النهاردة مشي من غير ما يسيب لي حتى جنيه الفطور. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقعت الصراحة من جوه نفسي كان مثل الموت اللي بيعملوا فيه. لا ربنا يهدينا ويهديه. فعليا كده عليا ويهدي دلوقتي، انا بحزن عليه كل لحظة كل لحظة يمكن يسيبنيش يوم خالص في البيت. ربنا يصبرك عليه. واضح الكلام، هي بتسأل في انها تحاسبن عليها شيخنا وتقول حسبي الله ونعم الوكيل، فهل في ذلك وزر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. لكن طب ناخد أمة الله. نعم عليه الصلاة والسلام. ناخد أمة الله. أخذ خد أمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم يا أختنا أمة الله. اتصل معنا يا أستاذ. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. نعم تفضلي، وطي التلفزيون واسمعي من التليفون. تفضلي لو سمحت. أنا عندي ولدين. ألو. أيوة ربنا يحفظهم. أنا عندي ولدين، واحد يعني مقتدر والثاني مش مقتدر. فأنا عايزة إيه، عندي ذهب كده يعني بنام بتاع 3000 أو حاجة زي كده، وعندي كم ألف، فأنا عايزة أديهم للغلبان ده، وأنا يعني عايش معايا وأنا بصرف عليه وكده، وأنا كبيرة يعني فوق 80 سنة. أنا عايزة أديله المبلغ ده، وبعدين في نفس بيت هنورثه عن والدي برضه عايزة أكتبهوله، فإيه رأي حضرتك؟ والتاني اللي هو المقتدر ده، ما أنت مش عايزة تديله حاجة عشان هو ظروفه حسنة يعني الحمد لله يعني؟ حسنة كويس. طيب شيخنا هيجاوبك. حاضر حاضر. طيب شكرا. برعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك بس مسألة النصيحة للزوج اللي هو يسيء نعم. المعاملة لزوجته وعشان الحضانة. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله. بعد يعني هو الاتصال الثاني خلانا نتساءل هو إيه اللي حصل للأزواج. مش عارف يعني هذه انتكاسة خطيرة جدا، أنه يكون هذا حال الزوج مع زوجته، حال الزوج مع مطلقته، حال الزوج مع أبنائه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يعني كفى بالمرء إثما ومعصية وكبيرة من الكبائر أن يؤثر أو يقصر في النفقة على من أوجب الله نفقتهم عليه، زي الزوجة وزي الأبناء والبنات كما سألت الأخت الثانية. هذه من أكبر الكبائر، وبالتالي نناصح هؤلاء الأزواج، اتقوا الله في أبنائكم، اتقوا الله في دينكم، فإن الله عز وجل استرعاكم رعية وهو سائلكم عنها. قال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته. فبالتالي إذا قصر الرجل في هذه المسؤولية، ومن
يعني أهم مسؤوليات الزوج أو الأب بعد الرعاية والتربية والتأديب النفقة، فهي واجبة عليه لزوجته وواجبة عليه لأبنائه وبناته، حتى لو كانت مطلقته فإن نفقة أبنائه من هذه المطلقة أيضا تلزمه، إن أداها فبها ونعمت، وإن قصر فيها فإن الله عز وجل سائله يعني ومعاتبه بل ومحاسبه أشد الحساب. فنسأل الله عز وجل أن يفتح قلوب هؤلاء وعقولهم لبناتهم وبناتهن وأبنائهم ولزوجاتهم حتى يؤدوا هذا الواجب في بقية. لكن بعد الاتصال نعم. السلام عليكم. أمت الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وحبا. وإياك. أهلا وحضرتك. بعد إذنك يا شيخ. في أمر كده، في أختين واحدة منهم عايزة قرض من الثانية، وهم حاطين وسيط في النص، فاللي هتاخد القرض عرض الذهب بتاعها انها تحطه عند الاخت اللي هتاخد منها لفتره معينه حوالي 6 شهور يعني او اكتر، وبحيث انه لما يجي الميعاد هترد لها الفلوس بتاعتها. يعني هتحط الذهب رهن، الذهب هيكون رهنا يعني. انا اول مره اخش في معامله زي كده، هي اول مره اتعرض لموقف زي ده يعني. فالمهم هي قالت لها لما يجي ميعاد ان شاء الله هتفرد لها المال بتاعها، واذا ما قدرتش ترد المال يبقى ساعتها هي هتديها الذهب في الرينج بتاع القرض، اذا ما حصلش نصيب وردت الفلوس يبقى ساعتها يقيموا الذهب ويشوفوا لو هو نفس المبلغ يبقى خلاص، لو اقل يبقى تدفع الفرق، اكتر تاخد الايه الفرق. الفكره في ان الاخت اللي عايزه اللي هتدي القرض هي حاطه فلوسها في البنك ومبلغ كبير، فبتقول ان الفتره دي هتخسر ارباحها، هي حاطه بنك اسلامي والفلوس دي بتستفيد منها، فكانت حابه انها يعني على الاقل تحسب الارباح او اقل سنه يعني. والثانيه بتقول كده مش هيخش في قرض حسن يعني، ممكن كده يبقى فيه شبهه. مش هيبقى فيه شبهه، شيخنا هيجاوبك. حاضر. طيب يعني انا اعمل المعامله دي. الصوره واضحه، الصوره واضحه وشيخنا فاهمها وانا فاهمها. حاضر. حاضر يا مطلع. جزاكم الله خيرا. وإياك، ربنا يرضى عنك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرجع للأخت المتصلة، ويبدو أن الأخت السائلة على الصفحة سؤالها يعني حضانة. دي مطلقة ومش عارفة تاخد حق من ودي زوجة. ودي زوجة ووصلت بها الحالة أنها تحاسب علي، وتقول هل علي وزر؟ يعني لماذا يصل البعض من الرجال إلى هذه الدرجة؟ هل هو انعدام تقوى الله عز وجل في القلوب أم سوء اختيار؟ لا شك أن السبب في هذا أولا ضعف الديانة وضعف الخوف من الله تبارك وتعالى، لأنه لو قوي تدينه والتزامه لأدرك أن هذا من أوجب الواجبات عليه، ألا يضيع أولاده ولا زوجته، ولأدى النفقة الواجبة عليهم. كذلك خوف، ضعف الخوف من الله عز وجل، لو أنه مستحضر مراقبة الله وحسابه وعقابه في الآخرة لا يعني سد عن نفسه هذه الثغرة، ولا أسرع في الوفاء بما ألزمه الله عز وجل في شأن نفقة الأولاد والزوجة. طيب ماذا تفعل الزوجة في هذه الحالة؟ نقول اسعي يا بنتي سعاية ودية عن طريق بعض أهلك أو بعض أهله، حتى يعني يؤدي هذا الأب نفقة أبنائه وبناته، فإن يعني جاب الطريق الود كما يقولون فبها ونعمت، وإلا فاستعيني بأمرين. الأمر الأول يمكن أن تستعين بالقضاء، يعني يمكن أن ترفع بيسموها دعوة نفقة، والمحكمة محكمة الأسرة ستلزم بحكم بات هذا الزوج بالإنفاق على زوجته وعلى أبنائه النفقة المثل كما يقولون. والأمر الثاني الذي تستعينين به مع القضاء هو أن تستعين بالله عز وجل، فاسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح قلبه وأن يفتح عقله ليؤدي الواجب المنوط بعنقه في النفقة عليك وعلى أبنائك، ويمكنك في هذا المقام أن تحسبني كما يقولون. بعض الناس يتصور الحسبنة دي يعني إذا قال الإنسان منا حسبنا الله ونعم الوكيل كأنه يدعو عليه، أبدا، هو يقول حسبي يعني يكفيني أن يستخلص حقي ويستنقذ حقي منك الله عز وجل، أنا عاجز، هذه زوجة عاجزة وربما القانون لا يسعفها بسرعة. ففي هذه الحالة تقول حسبي الله ونعم الوكيل، فهي صيغة استعانة واستغاثة بالله عز وجل، أنك يا رب وحدك بعد أن عجزت أنا عن استخلاص حقي أنت وحدك
الذي تستطيع أن تستخلص حق من هذا الزوج المتعدي أو الظالم فتحسبن. نعم تحسبن. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني استعانوا بالله على هؤلاء الذين جمعوا لهم ليخوفوهم وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فهذا أمر مشروع لا بأس به، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة للأخت التي يعني المتصلة التي لا يعطيها زوجها لا نفقات ولا دروس ولا مال، حتى أن بتقول نزل ما سابش مصروف النهاردة. الأخت صاحبة الحضانة ربنا يعافي الجميع تقول كلما اشتكيته بحضانة البنات كما نصحتني، كلما تأتيه دعوة يمزقها، وأخيرا قال للبنات اللي هتبعد وتختار أمها تنسى إني معها أب، بيهدد العيال. نعم. يعني نعم. هل أنا ليس لي، هي تقول هل أنا ليس لي حق في فيهم مثله؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بعد لسه ذكرنا لك يا أختي السائلة أن لك حق في بناتك كما أن له حق في بناته أيضا. بل حقك في الحضانة للبنت الصغرى أولى من حقه هو في حضانة البنت الصغرى، وأما البنت الكبرى فحقك في رؤيتها زيه بالتمام والكمال. ومسألة أن هو يمزق الإنذار أو يمزق الإعلان الذي يأتيه بتحديد الجلسة ما يمزقه، المشكلة وعلى المحامي أن يستقيم أن يستديم في الدعوة، يعني يستمر في إقامة الدعوة أمام المحكمة، وفي هذه الحالة ستحكم عليه المحكمة غيابيا. وأنتم تعلمون أن المحاكم عندنا محاكم الأسرة بالذات في مصر يعني تنجز القضايا المتعلقة بالحضانة وتنجز القضايا المتعلقة بالنفقة وتنجز القضايا المتعلقة بالطلاق للضرر وتنجز القضايا المتعلقة بالخلع، فاستعيني بالله عز وجل ولا تجزعي، والله عز وجل ناصرك إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولا تنسوا الفضل بينكم. أم إسلام السلام عليكم. الحمد لله بركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. أهلا مرحبا. ربنا يبارك فيكم يا رب. وفيكم بارك. تفضلي. والله أنا ليا سؤالين حاضر عند حضرتك. السؤال الأول، أنا عرفت إن في واحدة مسيحية ماتت، فبقول ايه يعني بيقولوا لا ده كانت كويسه وبتعمل خير وكده، قلت لهم طالما ماتت على الشرك يبقى ربنا يكحمها ويدخلها جهنم، هل انا كده اذنبت؟ هاي السؤال الثاني، الشرك ايه ده؟ بس يعني انا كنت بصلي العصر كانت تعمل الخير فالناس بتمدحها، فقلت لهم طالما ماتت على الشرك فهل يعني ربنا يكحمها. السؤال الثاني ايه؟ انا ما عدتش اصليهم عشان بيقولوا لا ده مش محسوبه. لا اسالي ام اسلام اختنا الفاضله. السؤال الثاني. نعم. ايه السؤال الثاني؟ ما سمعتوش، انا اسف. اتفضلي. مش سامع حضرتك. والله سؤالك الثاني هاتيه من الاول. تفضلي. السؤال الثاني، انا كنت بصلي 4 ركعات قبل صلاه العصر سنه، فعرفت ان بيقولوا لا ده مش محسوبه، فهل اصليهم ولا ما اصليهمش؟ حاضر وشكرا. حاضر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أمة الله المتصلة عندها ولدان بحمد الله، رجل مقتدر والآخر كما وصفت، نسأل الله أن يوسع علينا وعليه. هي عندها ذهب يقدر بمال 3000، وعندها مال تريد أن تعطيه هذا لابنها الفقير كما وصفت، وكمان في نصف منزل تريد أن تعطيه له، والآخر طبعا لا لأنه ظروفه حسنة، فهل هذا من حقها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، يمكن للأم أو للأب أن يعطي الإبن الفقير حتى يستغني، وأن يعطي الإبن المريض حتى يشفى، وأن يسد حاجة الإبن المسافر المغترب حتى يعود، ولا يلزم في هذه الحالات الثلاث ومثلها أن يعطي أبناءه الآخرين، لأنه قد قام مبرر لإعطاء هذا الإبن بسبب فقره، أما بقية الأبناء فمستورين والحمد لله. يعني مثلا لو أن ابنا من الأبناء احتاج إلى عملية جراحية 10,000 أو كذا، لا يلزم الأب إذا أنفق هنا 10,000 على عملية جراحية لأحد الأبناء أن يعطي بقية الأبناء 10,000 مثلهم، هذا لا يلزم، لأنه ما أعطى هنا إلا لمسوغ شرعي، ألا وهو ضرورة حاجة الإبن الفقير، في مقابل أن الآخر ولله الحمد حاله مستور وميسور. لكن نحن نقول إن تم هذا بالتراضي
وبالمسامحة بين الإخوة الآخرين، فإن هذا سيكون شيئا حسنا لئلا يورث الأبناء فيما بينهم ضغينة أو شيئا من الأحقاد والعياذ بالله. هذا بالنسبة للعطية سواء الذهب ولا الفلوس. يمكن أن تعطي الابن الفقير، نعم يمكن أن تعطي الابن الفقير لأن الآخر مستور، لكن لو تم هذا بالرضا والمسامحة من الأخ الأكبر أو الأخ المستور يعني لكان هذا أحسن. أما النصف البيت اللي هو الجزء الآخر من السؤال، هل تعطيه للابن الفقير؟ أعتقد أن الأمر سيكون حينئذ صار فيه متسع يعني وسع شوية، وفي هذه الحالة نقول بنفس الإجابة السابقة، إن كان هذا بالتراضي والمسامحة مع الأخ اللي حاله مستور وميسور فبها ونعمة، وإلا فدعي نصف البيت حتى يكون ميراثا ينتفع به أبناؤك من بعدك. أما عطية المال أو الذهب فيمكنك أن تعطيها له الآن إسعافا لحاله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أمة الله، نعم، أختان واحدة تريد قرض من الأخرى، يعني تسأل، واحدة ستترك ذهبها كرهن عند التي ستقرضها لمدة 6 أشهر، ولكن السؤال في قضية أن الذهب سيثمن إن لم تسدد، والأخت ستسحب هذا المال من بنك إسلامي وتريد شيئا من الأرباح، أو يعني هل ده يبقى قرض حسن أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لو كانت الأخت الدائنة تريد شيئا من الأرباح من الأخت المدينة فإن هذا قرض ربوي، لأنه قرض جر نفعا في هذه الحالة، مش شبهة ربا، لا لا مش ربا، صريح، ربا صريح، ربا صريح. يعني ربا صريح، لو قالت خدي 2000 وردهم لي 2100، نظير التأخير لمدة 6 أشهر إن هم كانوا هيشتغلوا في البنك وهيجيبوا فلوس كما يقولون، فهذا هو ربا النسيئة الذي أجمعت الأمة على تحريمه. أمال تعمل إيه؟ والله إن كانت عندها فيض من خير الله عليها تعطيها قرضا حسنا. وأما رهن الذهب فهذا مشروع، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، فإما أن نكتب إيصالا يسموه إيصال أمانة على المدينة لصالح الدائنة حتى تسدد المبلغ في المهلة المسموح بها، وإما كما قال الله عز وجل فإن أمن بعضكم بعضا فرهان مقبوضة، يعني يمكن أن يكون الذهب رهنا في مقابل هذا الدين حتى إذا حل موعده وسددت أخذت ذهبها. أما إذا حل الموعد ولم تسدد ففي هذه الحالة يباع الذهب بسعره في هذا التوقيت، فإن وفى بالقرض كاملا فبها ونعمة، وإن انتقص دفعة الأخرى ما يكمل مبلغ القرض، وإن زاد رد إليها الزيادة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أم رهام السلام عليكم. قطع الاتصال، عاود الاتصال، معذرة عن الإطالة، لكن ما كان ينبغي أن أقطع المسألة في المنتصف عشان الكلام يكون متصل. يا أختنا الفاضلة، أخت تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشهد الله أني أحبكم في الله وأسأل الله أن يجمعنا بذلك الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، أطلب من فضيلة شيخ الدعاء لي بالثبات على الدين والتوفيق والنجاح، لأني داخلة على الامتحان وأنا أحب مجال الدعوة إلى الله، فكيف لي أن أدعو إلى الله مع العلم أني طالبة في الفرقة الثانية في الجامعة؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. عليه الصلاة والسلام. طيب خذ آسف في البداية، من معنا؟ أم علي. السلام عليكم. السلام عليكم يا أختنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضلي. كنت عايزة أسأل سؤال بعد إذن حضرتك. نعم تفضلي نسمعه. أنا زوجي موظف في هيئة حكومية، والهيئة دي عاملة مسابقة لأن هي تعين ناس جداد، ففي واحد من أقاربه بعيد قوي يعني أقارب البعاد عايزه يساعده في أنه هو يزكي له الورق بتاعه. الورق بعدين دخل في اللجنة اكتشف أنه مش ده المؤهل بتاعه، فالشخص ده جالنا مبارح وجاب ورق بالمؤهل المطلوب، بس جايب معاه حاجات لينا إحنا، حاجات تؤكل للأكل، هدايا يعني أطعمة. أنا مش قادرة، مش يعني إحنا مش عارفين نفسرها بإيه، هل هي هدية؟ احنا ما نعرفهمش من قبل كده، وما قرب من بعيد جدا، فهو جاي له للمرة الثانية، بس جايب له بقى الشهادة بتاعت المؤهل المطلوب، بعد كده جايب له هدية. حاضر. طيب انا مش قادر نفسرها هدية، ناكلها ولا نتصرف فيها ازاي؟ طيب. حاجة تستاهل يعني؟
لا حاجات عاديه فاكهه عادي، بس احنا شك يعني هي برضه في نفس الشيء يعني، لان هو ما بيجيلناش اصلا مش عادته. طيب هو زياره بعد مصلحه. حاضر يا معلم. بس هو جاي يعني جاي لمصلحه، ان الورق خلاص بتاعه اترفض، بس جايب الشهاده دي هيزكيها بقى يعني خلاص. هو ملوش فرصه يعني، لكن طيب. هو متخيل ان زوجه ممكن يساعده في حاجه زي كده. طيب حاضر، الله يجزيكم خير يا رب. وياك يا ام علي، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من معنا؟ السلام عليكم. الاستاذ عبد الله، السلام عليكم يا باشمهندس. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا مرحبا اخي كريم، تفضل. اهلا بحضرتك. كنت عايز بس اسال، كان في معرض اجهزه منزليه يعني بيتعامل معايا وكده، فالمعرض ده كنت رايح هجيب منه يعني جهاز منزلي، كان بوتاجاز يعني، فما لقيتش النوع اللي انا عايزه. فالراجل اللي هو في المعرض قال لي انا ممكن اجيب لك، شوف انت المكان مكانه فين يعني. صوت واطي قوي يا اخي، من ارفع صوته قليلا معلش. بقول لحضرتك كنت في معرض اجهزه منزليه بيبيع اجهزه منزليه بالتقسيط. تمام. فكنت بجيب فكل الجهاز اللي انا عايزه مش موجود عنده، مش موجود في البوتاجاز يعني، مش موجود. تمام. عنده مستورد وكده. فقال لي انا ممكن اشوف انت مكانه فين وانا اشتريه لك وابعه لك بعد كده، ابعه لك بالقسط يعني. فكنت عايز اعرف هل ده حلال ولا حرام يعني. هو مش موجود عنده، هو هيعرف المكان فين ويروح يجيبه منه ويشتريه هو بالكاش ويبعه انا بالقسط. ده السؤال الاولاني. كان في سؤال تاني برضه معلش. كنت في شقه كنت واخدها بالقسط على اقساط لمده 4 سنين او 5 سنين، فكنت دفعت قسطين منها. فكان في صاحب الشقه اللي هو المالك كان عرض عليا ان هو ممكن القسطين التانيين او الثلاث اقساط التانيين ادفع له 50% منهم دلوقتي ويسقط ال ان هم اخر ثلاث اقساط. اخر ثلاث اقساط مثلا يعملوا 100,000 مثلا، انا ادفع له 50,000 دلوقتي بس هتكيش ويسقط. ويسقط الثلاث اقساط دول. حاضر، جزاك الله خيرا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حاضر، شكرا على اتصالك اخ كريم. نعم، نجيب بسؤال الاخت الفاضله التي تطلب من حضرتك الدعاء على الثبات على الدين والنجاح، وان هي تحب مجال الدعوه الى الله عز وجل. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، نسال الله عز وجل ان يثبت هذه الاخت، بارك الله فيها، على دينها، وان يثبتنا واياها والمشاهدين والمشاهدات، ونساله تعالى ان يهديها وان يهدينا وان يصلحنا ويصلحها ويصلح بها وبنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. أما قول أنها تحب مجال الدعوة إلى الله عز وجل، فنقول هنيئا لك، ومن أحسن دينا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فنحن ندبنا إلى الدعوة إلى الله عز وجل في كتاب الله تعالى، كل حسب استطاعته وقدرته وكل في محيطه. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. فيمكنك بارك الله فيك أن تكون داعية إلى الله عز وجل بحكمة وموعظة حسنة في بنات جنسك وصديقاتك في الجامعة، سواء كان هذا عن طريق كتيب أو مطوية تعطيها إياهن، أو سواء كان بكلمة حسنة إذا حل وقت صلاة الظهر هيا نصلي. إذا رأيت إحداهن ليست على الحجاب الشرعي المطلوب ذكريها بفرض الله عز وجل عليها في الحجاب. يمكن أن تكون أنت بأخلاقك وسلوكك ومظهرك وحجابك وحشمتك داعية إلى الله عز وجل بالعمل أكثر مما تدعين بالقول. فبهذا أيضا في بيتك يمكن أن تكوني داعية إلى الله عز وجل، مع الأم، مع الأب، مع الإخوة، مع الأخوات، مع الصديقات، مع الجارات، مع القريبات. كل هذا مجال تستطيعين أن تمارسي فيه الدعوة إلى الله عز وجل. المهم دعوة النصيحة لا دعوة الفتوى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أم أيمن، السلام عليكم يا أختنا. قطع الاتصال. في سؤال على شريط الرسائل. أخت المرة الثانية يعني تقول السلام عليكم. طب أستاذة كريمة، السلام عليكم. السلام عليكم يا أستاذة كريمة، تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله. فهيمة، أهلا وسهلا. مدام فهيمة. حاضر يا أستاذة فهيمة، تفضلي. تتكلم؟ نعم.
من الخلافات يعني وكده، بحاول ان قلبي ينسى يعني، فسبحان الله ما بقدرش يعني ان انا انسى وكده. خلافات مع مين يا استاذه فهيم؟ مع ام زوجي يعني وكده. فانا يعني الحمد لله بقيت اصلي واقول يا رب يعني، ادعي واقول يا رب نجني من البيت دون، فالحمد لله يعني ربنا كرمنا ووسع علينا وخرجنا من البيت. فمش عارفة يعني، ما بقدرش انسى برضو. طيب حاضر، واضح الكلام. كانت اساءات شديدة يا اختنا يعني، ولا كانت مجرد شغل حموات؟ ايوة، فيعني حتى كانت بتخلي جوزي يضربني وكده ويهني، اغضب في الفجر، اغضب في اي وقت. فسبحان الله انا عايزة يعني قلبي ينسى الحاجات دي، مش قادرة يعني. حاضر، عليك الصلاة والسلام. في رعاية الله، عليك الصلاة والسلام. طيب، أم إسلام، واحدة ماتت كانت نصرانية، وكانت يعني لها أفعال طيبة، الناس أثنت عليها فقالت يعني لو ماتت على الشرك فربنا يكحمها، فاللي هي قالته ده كان خطأ أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، سواء قالت الأخت أو لم تقل هذه المقولة، فإن النجاة عند الله عز وجل تترتب على شيء واحد فقط، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فمن مات على كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهو من أهل القبلة من المسلمين، نرجو له من الخير ما نرجوه، حتى وإن كان من العمل ما كان، كما ورد الحديث بذلك عن النبي عليه صلوات الله وسلامه. فأنت موقفك صحيح، فلا يجوز أن نترحم على من مات على غير ملة الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو، ورد عنه الحديث في صحيح مسلم: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي، وهو رسول الله وهي أمه عليه صلوات الله وسلامه. فكلامك صحيح والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. من معنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا، تفضل. ربنا يبارك فيك. كنت عايز أقول لو سمحت، العقيقة زي ما ينفع نشترك مثلا 7 أنفار أو 6 أنفار في بقى في بقى، زي ما بيحصل في الولادة تبقى خروج كابتشر، يعني 7 أو 6 من الأشخاص هيشتركون في عقيقة واحدة؟ لا يعني هو يشترك في، ياخد الجزء بتاعه يعمل بيه عقيقة، وهم ياخدوا بقى يعملوا زي ما هم عايزين. هو هيشترك وياخد الجزء. حاضر حاضر حاضر. يعني هو عملها في العيد، الناس هتاخد الجزء بتاعها على إنها أضحية، وهو ياخد الجزء بتاعه على إنه في عقيقة. طبعا حاضر، وضحت الصورة. طبعا حاضر. طب كنت عايز اسال السؤال بتاع اللي هو ما حدش يقول السلام عليكم لغير المسلمين دي، مع ان هو السلام يعني اسم من اسامي ربنا، وشيء طبيعي ان احنا بنبين لهم ان عندنا ان احنا مسلمين. ده حديث صحيح ان هو ما حدش يقول السلام عليكم دي؟ طيب حاضر حاضر. شكرا، الله يكرمك، جزاك الله خير. واياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، في رعايه الله. أم إسلام لها سؤال آخر. كانت تصلي 4 ركعات قبل العصر، ونسألت لها لا ما لهمش أجر، فتصلي أم لا تصلي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أرأيت الذي ينهى عابدا إذا صلى؟ هذه الأربع قبل العصر ليست من السنن الراتبة، ليست من السنن المؤكدة، إنما هي من الصلوات التي يسميها العلماء سنن غير راتبة، أو يسمونها سنن غير مؤكدة. وليس معنى أنها سنة غير مؤكدة أن احنا ما نصليهاش أبدا، من أعانه الله عز وجل عليها فصلاها فله أجرها عند الله عز وجل. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فصلي ما دام الله عز وجل أعانك على هذه الصلاة، لكن هي ليست على سبيل التأكيد وليست سنة راتبة، إنما سنة غير مؤكدة، ويؤجر الإنسان عليها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وعلى الله القبول، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الأخت أم سارة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا يا أختنا، تفضلي. بارك الله في حضراتكم يا رب، وجزاكم الله عنا خير يا رب. يا رب اللهم أمين يا رب. تفضلي. من فضلك، عندي 3 أسئلة. السؤال الأولاني: هل يجوز الدعاء للوالدين المتوفيين
يعني وأنا في سجود نقول اللهم اجعل لوالدي نصيب من أجر ما أقرأه من القرآن أو من أجر الصدقات أو من أجر الصيام. السؤال الثاني من فضل حضرتك، هل يجوز يوم الجمعة الصلاة بسورة الكهف من الحفظ طول اليوم يعني وأنا بصلي بدلا من قراءتها؟ تقسيم الصورة على كل الصلوات في نفس اليوم؟ اه بقسمها كده وانا من حفظ ان شاء الله يعني. السؤال الثالث من فضل حضرتك. نعم. اقول؟ تفضل. في حضرتك احنا قاعدين في محافظة غير محافظتنا. المحافظة بتاعتنا يعني سمعي. المدافن بتاع العائلة في المحافظة بتاعتنا مدافن يعني زي ما تقول حضرتك يعني مزدحمة او فيها موتى كتير يعني، وفيها دور تاني واحنا قاعدين في محافظة تانية يعني انا وزوجي واولادي متزوجين، فهل يجوز ان احنا نبني مقابر في البلد اللي احنا قاعدين فيها لنا والاولادنا ندفن فيها يعني تحسبا لايه ان احنا ما ندفنش دفن شرعي في الدور الثاني، احنا يعني بنفضل ان احنا ندفن دفن شرعي يعني، فعايزه من راي حضراتكم علمائنا الافاضل. حاضر أمة الله بارك الله في حضرتك. طيب في رعاية الله وعافية الله وبركاته. خلاص احنا نكتفي بالاتصالات كده يا استاذ اسلام عشان نلحق نجاوب ان شاء الله تعالى. أم علي، مسألة الهدايا اللي جاية عن طريق الأخ القريب من بعيد عشان زوجها يعني لأن زوجها يعني حاول أن يساهم في التزكية وهي في النفس أشياء، هل يأكلون هذه الأطعمة أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. بما أن الأخت ذكرت في سؤالها أنهم لا يعرفونه ولا يعرفهم وليس من عادته الدخول عليهم ولا زيارتهم ولا من عادتهم هم أن يزوروا ولا أن يهدوا إليه ولا أن يهدي إليهم، فهذه هدية مسببة بسبب ما قام به الزوج من تزكيته لطلب يعني الترشح للوظيفة التي كان يريد الترشح عليها، وبالتالي هذه الهدية المسببة يكون في النفس منها شيء لأنها أقرب أن تكون نفعا في مقابل هذه المصلحة التي حاول الزوج أن يؤديها أو الخدمة التي حاول الزوج أن يؤديها إليه، فلو تنزهتم عنها لكان أفضل. طيب كيف نتنزه عنها؟ ما هو جبهة خلاص للبيت، يمكنكم أن تتصدقوا بها، ده احنا أكلناها، استعملوا العوض فيما بعد، بمعنى يزور الأخ زيارة برضو عابرة ويقدر بمقدار ما جاء لكم من الهدايا ويقوم برد هدايا أخرى مماثلة بمقدار القيمة أو قريبا منها حتى تخرجوا من هذه الشبهة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أخونا عبد الله ذهب لمعرض أجهزة كهربائية ليشتري جهازا معينا وقال البوتاجاز لم يجد النوع الذي يريده في هذا المكان، أخ في المحل أو صاحب المحل قال له أنا هشتره لك وبعدين أقسطه لك، هل هذه الصورة جائزة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، هذه صورة جائزة، وعادة ما يفعل التجار هذا العمل، يعني أنت تذهب لتأخذ صنفا معينا لا يكون موجودا أثناء وجودك في المحل في هذا التوقيت فيقول خلاص تعالى بكرة تلقيه إن شاء الله، أو يطلبه وهو جالس أمامه من تاجر الجملة الذي يموله. المهم في كل الأحوال أن يحوزه وأن يتملكه، البائع يحوز السلعة دي ويتملكها وبعد كده أنا آجي أشتريها بيعة أخرى مستقلة عن شروته التي اشتراها من تاجر الجملة أو من المحل الآخر. مادام اشتراها وتملكها وحازها في محل أو في مخزنه مثلا معرضه، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تشتريها في اليوم الثاني أو الثالث، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هو أيضا يسأل أنه في شقة بالتقسيط لمدة 4 سنوات، صاحب الشقة قال له يعني لو آخر 3 أقساط دفعهم 50,000 جنيه كاش ممكن من 100,000 يكتفي بهذا القدر، يعني المخلصة دي حلال أم حلال؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نعم هذه المعاملة معاملة مباحة ولله الحمد والمنة، والتي كان يعبر عنها قديم الضعلي وعجل، أنت تخفض المبلغ اللي عليا وأنا أعجل لك،
وصورتها في النهاية إن صاحب المئة هو من تنازل للمدين عن جزء من دينه. يعني هو لو الرجل ده وعايز يكيش، هو لو الرجل ده له 100,000 وقال له يا عمي حلال عليك الله يسامحك مش عايز حاجة، له ولا مش له؟ له، ده ماله مسامح. طيب لو تنازل عن جزء منه ايضا موسى، طالما مش انا المدين اللي عملت، لا ده الدائن اللي الدائن عمل، هو الذي عمل، مش مساومه من المدين. قال له يعني يا عمي انا مش عايز ال 100,000 بارك الله فيك وكفايه لحد كده، او قال له خلاص انا مش عايز يا عمي انزل لك 50 وهات ال 50. فما دام هذا من التاجر فهو رجل تنازل عن حقه كله او عن بعض حقه بمحض ارادته او رغبه منه في تسييل الفلوس كما يقولون. ففي هذه الحالة لا بأس من هذه المعاملة، حلال ومباحة والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أستاذة فهيمة كانت في خلافات قديمة مع أم زوجها، هي مش قادرة تسامح، يبدو أن الإساءات كانت شديدة من ضرب للزوج وإهانة وسب، وكانت تدعو الله عز وجل في سجودها وصلاة إذا امتلأ القلب ذكرا لله عز وجل فإنه حينئذ سينشغل هذا القلب عن ذكر غير الله عز وجل، سواء كان بإساءات أو بغير إساءات. أنت احمد الله أنه أنقذك من البيت وأصبح لك سكن مستقل، اشغلي نفسك بالله عز وجل، أكثري من ذكر الله، أكثري من قراءة القرآن، أكثري من الأوراد الاستغفار، أكثري من صلاة الليل، أكثري من الصدقة، أكثري من الانشغال بنفسك وبأولادك وبزوجك، فإن هذا سيؤدي في النهاية إن شاء الله أن يتآكل هذا الشر الذي يعني ما زالت يعني تجدين آثاره في نفسك رويدا رويدا حتى ينتهي. وإلا فانشغال القلب بالله عز وجل يقطع انشغال القلب بغير الله عز وجل. والعلماء يقولون النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تنسوا الفضل بينكم، فهذه الحمى أم زوجك وهي السبب في وجوده ولله الحمد والمنة، فعلى قدر محبتك له وارتباطك به يكون تقديرك ومسامحتك وعفوك عن أمه حبا له. وأنا أتساءل معك، لو كانت أمك ماذا كنت تفعلين؟ هي كأمك سواء بسواء، ما تنسينه لأمك انسي لهذه المرأة، وما تذكرينه من خير لأمك اذكري هذا الخير لحماتك والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. العقيقة أخ اشترك في يعني أضحية 7 أفراد أو أشخاص أو 6 هم ضحوا وهو عق عن ابنه بهذا، يعني اختلفت، هل هذا صحيح؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد المشاركة في الأضحية والمشاركة في العقيقة ثابتة، يعني العلماء قاسوا المشاركة في العقيقة على المشاركة في الأضحية، وهذه نسك يراد به جنس التعبد، وهذه أيضا العقيقة نسك آخر يراد به أيضا شكران الله عز وجل على نعمة الولد أو نعمة البنت. وبالتالي إذا كانت الذبيحة بقرة أعزكم الله أو جاموسة أو جملا فالسنة المشاركة فيها 7. فإذا أنا اشتركت مع آخرين وأخذت 7 الذبيحة على الأقل، أستطيع في هذه الحالة أن أستعمله أضحية أو أن أستعمل هذا 7 للعقيقة، وأما الباقون فهم ونياتهم والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أيضا تسأل أختنا الفاضلة، هل عدم مبادئة غير المسلمين بالسلام أو عدم السلام عليهم هذا في حديث صحيح؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، نعم صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح مسلم وغيره، لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام فإذا لقيتموهم فضيقوا عليهم الطرق. والمعنى لا تبدأوهم بالسلام، إنما اضطروهم أن يبدأوكم هم بالسلام،
لأن المسلم صاحب ولاية على غيره، ولا تجوز ولاية غير المسلم على المسلم، وبالتالي هذا هديه عليه صلوات الله وسلامه، ألا نبدأهم بسلام، إنما نضطرهم أن يبدأونا هم بالتحية، ونكون نحن من يرد التحية فيما بعد. وليس هذا معناه أننا نسيء معاملتهم أبدا، إن هذه حدود الله تبارك وتعالى. أما مسألة التعايش السلمي فيما بيننا وبينهم، فإن الله عز وجل يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فأروا هؤلاء من إسلامنا ومن ديننا خيرا، لكن في نفس الوقت نكون واقفين عند حدود الله عز وجل، وليس لأجل أن نريهم من أنفسنا خيرا أن نميع قضايا ديننا أو أن نتعدى حدود ربنا تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لكن طبعا مع حسن الجوار وحسن التعامل. نعم نعم. أم سارة: هل يجوز الدعاء للوالدين في السجود؟ اللهم اجعل لهم نصيب مما كانوا يقرؤونه في القرآن، يعني ونحو هذا الدعاء. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، من ألزم حقوق الأموات على الأحياء الدعاء والاستغفار والصدقة وقضاء الدين والحج عنهم والعمرة عنهم وصوم ما كان عليهم من صيام، وكل هذا ثابت بأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والإمام ابن القيم يلفت النظر بكلمة جميلة، يقول: كل ما يأتيه الولد أو البنت من عمل صالح كان بسبب حسن تربية الأبوين أو أحدهما، فإن هؤلاء الآباء والأمهات لهم نصيب في هذه الأجور التي يتحصلها الابن أو البنت. بمعنى أن إذا قرأت القرآن أو أديت الصلاة أو صمت رمضان أو تصدقت، وقد كان أبي أو أمي أو كلاهما هم من ربوني على الصلاة وربوني على القرآن وربوني على حسن الجوار وربوني على المعاملة الحسنة، فكل ما أعمله من طاعة ومعروف كانوا هم السبب فيه بحسن تربيتهم، فأجري في ميزان حسناتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. فيمكنك أن تدعو، يمكننا أن ندعو بهذا الدعاء كما ذكرت الأخت السائلة بارك الله فيها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. تقرأ سورة الكهف خلال صلواتها يوم الجمعة، تجزئ السورة بدلا من أن تقرأها، لكنها تصلي فيها الخمس صلوات يوم الجمعة. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أما حديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فحديث فيه مقال عند أهل الحديث، لكن لا بأس من العمل به، لأن أهل العلم من المحدثين كابن حجر وغيرهم ذكروا أنه يمكن العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال إذا لم يكن الضعف شديدا، أو كان له شاهد أو متابع من غيره، شريطة ألا ينسب صراحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إن جاز التعبير أن نقول تقرأ، نعم تقرأ، أما القول بأنها تجزأ في الصلوات فليس هذا إصابة لسنة قراءتها إن صحت السنة، إنما في نفس الوقت لا يضيع أجرك، وإن أردت الأحسن فاجعلي قراءتها مستقلة عن موضوع صلواتك، ولو قرأتيها بذاتها ثم بعد ذلك صليت بها فإن هذا حسن، حتى لو جزأتها في قراءتك بعضها مثلا ليلة الجمعة وبعضها في صبيحة الجمعة وبعضها في آخر النهار يوم الجمعة تسفينا على نفسك فبها ونعمت، إنما هذا هو الأصل أن نقرأها لا أن نصلي بها. ومع ذلك إن قرأناها وصلينا بها فالأجر محفوظ في الحالين، وإن صلينا بها دون أن نقرأها فمن يعمل أيضا مثقال ذرة خيرا يرى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يعني لا تدخل في البدعة؟ لا لا تدخل في البدعة لأبد، لأنها تداوم هذا العمل كل يوم جمعة في الصلاة. احنا نبهناها تمام، احنا قلنا القراءة هي الأفضل. نعم. مدافنهم في محافظة أخرى ولها دور ثاني، وهم يخشون ألا يدفنوا على السنة، فهل لهم أن يبنوا مقابر في المحافظة التي يسكنون فيها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بعد هذا أحسن لكم أن تبنوا لأنفسكم مقبرة هنا في المحافظة التي تسكنون فيها، لأنني أستشعر من السؤال أن المقابر في المحافظة الأخرى المذكورة ليست مقابر على الهيئة الشرعية، إنما هي مقابر فوق سطح الأرض، ولا يكون القبر قبرا إلا إذا كان داخل الأرض لا على سطحها. وبالتالي فالأفضل لكم أن تبنوا مقبرة لذات أنفسكم تكون على الصورة الشرعية المتاحة، إذا تمكنتم من الإلحاد، من اللحد يعني معذرة، إذا الإلحاد هو فعل اللحد مش الكفر يعني، مش الكفر يعني. إذا تمكنتم من عمل لحد للميت في مقبرتكم الجديدة وكانت الأرض رطبة طينية تسمح بهذا فبها ونعمت، وإلا فيمكنكم أن تجعلوا المقبرة على أي صورة كانت، إن كانت الأرض صخرية أو رملية فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخنا شيخنا الكريم فضيل الشيخ شعبان درويش، وصلى الله عز وجل أن ينفعنا بعلمكم، بارك الله فيك، وأن يمتعكم بالصحة والعافية. اللهم أمين يا رب العالمين. والشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام والمشاهدات على حسن المتابعة. الأسئلة على الصفحة نتابعها إن شاء الله تعالى غدا مع فضيل الشيخ شعبان درويش إذا كان في العمر بقية. أشكركم وأشكر جميع فريق عمل البرنامج وجميع العاملين في قناة الندى الفضائية. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما تعلم